صباح الخير أبنائي وبناتي الأعزاء. إحنا هنشرح شابتر 7 اللي هو بيتكلم عن الأوديت إيفيدنس. يمكن إحنا من أول شابتر لما اتكلمنا عن الديفينيشن أوف ذا أوديت والتايبس أوف ذا أوديت، واتكلمنا أيضا في شابتر 2 وشابتر 3 على الأوديتورز أوبينيون، وقلنا إن الأوديتور إز ريسبونسبل فور give his opinion about the financial statements to state that financial statements are prepared in accordance with the GAAP. فاحنا طبعا كنا قلنا ان الاوديتور he can't give his opinion without the accumulation of audit evidence. Audit evidence helps the auditor to give his opinion about financial statements. Okay. هنشوف بقى يعني ايه what's meant by audit evidence. Nature of audit evidence زي ما قلت لكم قبل كده هو the same definition اللي هو كان موجود في chapter 1، ان الevidence is any information used by the auditor to determine whether information being audit is stated in accordance with established criteria or الجاب. يعني اي evidence whatever مثلا اذا كانت هي اورال او ريتن او اي نوع منها، فهنلاقي ان هي عباره عن في الاول وفي الاخر هي information used by the auditor to help him in a in give his opinion about the financial statements and state that in the gap or established criteria are followed. بالنسبه لي في there are four decisions about what evidence to gather and how much of it to accumulate. هنا في يعني استفسارات عن الاوديت ايفيدنس. الاوديت ايفيدنس في هنا ليها مثلا تيرمز معينه، يعني اي ايفيدنس كده بنلاقيه بناخده كده على طول ان هو تو سبورت مثلا سبيسيفيك اتيتيود او تو هيلب ذا اوديتور تو جيف هيز اوبينيون. نو، ذير ار فور ديزيجنز اباوت الايه الجازرينج اور اكيوميليتنج الاوديت ايفيدنس such as which audit procedures use. يعني احنا نشوف ايه الاوديت بروسيجرز دي. طبعا الاوديت بروسيجرز دي بتبقى موجوده في الاوديت بروجرام بتاع الاوديتور. سكند، وات سامبل سايز تو سيلكت فور ا جيفن بروسيجر. يعني طبعا احنا لما بنعمل اكزامينينج فهنا او اكزامينيشن بنستخدم، ما بنعملش فول اكزامينيشن، احنا بنعمل بناخد سامبل سايز من البوبيوليشن. ف وات بلان سامبل سايز، يعني وات از ذا بلان، يعني هنقدر نخططها ازاي، او مثلا نقدر نقول ايه هاو يو هاو ذا اوديتور كان ديتيرمين سامبل سايز او السايز اوف السامبل ايتمز. ايضا ويتش ايتمز تو سيلكت فروم ذا ريجوليشن. يعني هنا في تو بوينتس فور اكيوميليتنج الاوديت ايفيدنس اللي هي عباره عن السامبل سايز and how to select sample size، لان هنا selecting sample size بيبقى يعني in accordance with بقى احنا بنستخدم statistical مثلا sampling or non-statistical sampling. طيب احنا بنستخدمها ازاي؟ في عندي في طريقه في الراندوم او في systematic او في stratified مثلا selection and so on. الفاينل او الفورس اللي هو when to perform the procedures، يبقى هنا عملية الـ performing the procedures of the audit process when طبعا عادة بتبقى في الفاينل، في الفاينل بتاعة الـ year، ولكن ممكن قوي ان دايما في continuous audit حاليا، فهنا بيبقى بنحدد الـ ايه when to perform او to use الـ ايه الـ process الـ procedures. يبقى دولت اللي هم الـ ايه الـ four decisions about gathering and accumulating الـ audit evidence. طيب الاوديت بروجرام بقى احنا لسه دلوقتي بنتكلم وبنقول ان البروسيجرز دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في اوديت بروجرام. يعني الاوديتور لما بيجي يعمل بلان اوف ذا اوديت، يبقى هنا البلان اوف ذا اوديت زي ما احنا قلنا ان احنا اول خط الفيرست ستيب بتاعتنا ان احنا بنشوف الانترنال كنترول سيستم اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده في الشابتر الاخير.
الانترنال كنترول سيستم ده انكلود البوليسيز والبروسيجرز تو ايه ما اللي هي ماست بي فولود. طيب الاوديت بروجرام ده بيبقى فيه ايه؟ ده بيبقى هنا بيبقى يعني الكونتنت بتاعته اللي هي عباره عن البروسيجرز، البروسيجرز اند البيرسونز وايه هو ار ريسبونسبل فور اول ذيس بروسيجرز. بقى كل واحد بيبقى مثلا الفيرست مثلا بروسيجر دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مثلا ايه، يبقى ايه از ريسبونسبل فور ذيس بروسيجر، وكمان بيبقى متحدد مع الطيب. يبقى هنا الاوديت بروجرام ات انكلود ا ليست اوف ذا اوديت بروسيجر دي اوديتور كونسيدرز ايه نيسيسري. ليه؟ علشان هنا بيبقى فيه هنا ايه مونيتورنج بالنسبه للاسيستنت اوف ذا اوديتور. موست اوديتورز يوز كمبيوترز تو فاسيليت ذا بريباريشن اوف اوديت بروجرام. الكاركترستيك ذات ديتيرمين ذا بيرسويفنس اوف ايفيدنس. هنا بنتكلم على البيرسويفنس اوف ايفيدنس، هنا بيبقى فيه لها كاركترستيكس معينه لازم ناخدها في الاعتبار. فهنا بنقول ايه بقى؟ ان الاوديتور ماست بي بيرسويد ذا اوبينيون از كوريكت ويز ا هاي ليفل اوف اشورانس. يعني هنا الاوبينيون بتاعه علشان يوضح لابد ان هو يكون ايه مع هاي ليفل اوف اشورانس. الاوديتور از ايبل تو ديسايد وين از بيرسويدد يعني تو ايشو ان اوديت ريبورت. يبقى البيرسويفنس بالنسبه للايفيدنس دي مهمه جدا وليها كاركترستكس معينه. في تو كاركترستكس اوف بيرسويفنس اوف ايفيدنس ويتش ار نمبر 1 اللي هي ابروبريتنس اوف ايفيدنس. الابروبريتنس اوف ايفيدنس از ذا ميجر اوف ذا كواليتي اوف ايفيدنس. يعني هنا بنقصد بيها الابروبريتنس، هنا ممكن نقول عليها الريليفنس، يعني لازم كل ايفيدنس يكون ريليفنت تو ذا سيتويشن. يعني فور اكزامبل مثلا الاوديتور هنا بيعمل اكزامينينج او انفيستيجيشن اباوت الاكونت ريسيفابل، يبقى هنا بيحدد الايه الريليفنت ايفيدنس تو الاكونت ريسيفابل. يعني مثلا هنا مش هيستخدم مثلا مثلا فول اكزامينيشن اللي هي عمليه الجرد، هنلاقي يستخدم اكتر مثلا منها اللي هي كونفيرميشن والحاجات دي. يبقى هنا كلمه ابروبريتنس مينز ريليفنس، ريليفنس اند ايه ريلابيليتي اوف ايفيدنس. لازم يكون عارف ان الايفيدنس دي ريليفنت تو ذا سيتويشن اند ايه ريلابيليتي اوف ايفيدنس، دي مهم اهم حاجه. فالابروبريتنس هنا تجمع بين الريليفنس اند ريلابيليتي اوف ايفيدنس. السكند كاركترستيك اللي هي السفيشنسي، السفيشنسي دي مهمه جدا، لان لو الاوديتور لو عمليه الاكيميوليشن اوف الاوديت ايفيدنس انسفيشنت، يبقى هنا الاوديتور هي كانت ايه جيف هيز اوبينيون، هي ويل جيف هيز اوبينيون اف الايه هي اكيميوليت مثلا الريليفنت اند ايه سفيشنت اماونت اوف ايفيدنس. فهما الاثنين دولت يعتبروا التو اللي هما الايه التو بيرسويفنس اوف ايفيدنس، اللي هما يدوا له الاقتناع عنده كومبيتنس معينه يقدر يثق ان الايفيدنس دي ويل هيلب هيم تو ايه تو جيف هيز اوبينيون. لو شفنا بقى احنا عرفنا بالنسبه لي الريليفنس والريلابيلتي، لو بالنسبه للسفيشنسي، السفيشنسي مهمه جدا لانها بتحدد الكوانتيتي او بتحدد الاماونت اوف ايفيدنس اوبتيند. يبقى هنا المهمه قوي قوي تو ميجر ايه الاماونت اوف ايفيدنس، واحنا نقدر نحدد اللي هي سفيشنت اور انسفيشنت. وتعتبر دي ات ميجر السفيشنسي ات ميجرز باي سامبل سايز، ممكن نعرفها او نحددها عن طريق السامبل سايز نقدر نطلع منها قد ايه. ايضا هنا بيقول لي الكومبايند افكت بيرسويفنس اوف ايفيدنس كان بي ايفالويتد افتر كونسيدرنج ذا كومبينيشن اوف ابروبريتنس اند ايه سفيشنسي. يعني احنا لو عندنا الكومبايند ايه بيرسويفنس بالنسبه لده كلها ممكن احنا نعمل لها ايفالويتد باي الايه بناخد في الاعتبار الحاجتين دولت اللي هم الابروبريتنس اند السفيشنسي. بيرسويفنس اند كوست ماست بي كونسيدر، يعني الاوديتور لما بيجي يعمل ايه يعمل ديتيرمن حتى للبيز بتاعته لازم ياخد في الاعتبار البيرسويفنس والكوست ماست بي فورت. يعني هيشوف قد ايه امتى هيقدر يحدد او يقدر يعمل اكيميليشن لعمليه الاكيميليشن للريليفنت اند سفيشنت ايفيدنس، دي مهمه جدا لان بينتج عنها كوست والكوست دي بتبقى افكتنج على الايه على الاوديت بروسيس نفسها. طيب هي ترى الاوديت ايفيدنس دي
يعني الايفيدنس دي كلها وان تايب اور ذير ار ميني تايبس اوف اوديت ايفيدنس. فهنا هنلاقي في الاوديت ايفيدنس عندنا زي ما هو موجود كده هنلاقي في 8 تايبس او 8 كاتيجوريز اوف ايفيدنس. 8 تايبس اوف ايفيدنس، ال 8 تايبس اوف ايفيدنس دول مهمين قوي، وكل تايب منهم بيبقى هنا يعني سوتابل او ريليفانت تو سيتويشن معين. فمثلا نمبر 1 التايب الفيرست تايب اللي هو الفيزيكال اكزامينشن. الفيزيكال اكزامينشن اللي احنا بنعمل مثلا لما بيكون في عندي حاجه هعمل لها كاونت، اعمل لها ميجر معين، اعمل لها ويت، اللي هي الحاجات زي اللي بتبقى موجوده مثلا في مخزن او موجوده في مثلا حاجه بعمل جرد فعلي بنقول كده. فدي الحاجه اللي انا بجردها وبشوفها بتبقى تانجيبل معينه بقدر اعد، يبقى بعمل كاونت، بقدر اعمل ميجر او بقدر ويت باوند. يبقى دي الحاجات اللي هي بتلاقي من السبلايز، بتلاقي من الحاجات اللي هي زي الاكويبمنت، الحاجات اللي هي البلاند اسيتس اند سو اون. يبقى هنا الفيزيكال اكزامينشن بتلاقي من الايه السيتويشن ده. طيب الكونفيرميشن، الكونفيرميشن دي بتلاقي اكتر او ريليفنت اكتر لمين؟ للاكونت ريسيفبل، لان هنا بتعمل ايه؟ يبقى هنا الكونفيرميشن دي بترسل الى سنت تو اللي هم الكاستمرز عشان يبقى فيه اشورنس اباوت الايه البالانسز بتاعتهم. اوكي، فهنا عندي الفيزيكال اكزامينشن، السكند الكونفيرميشن. الكونفيرميشن هنا بتلاقي اكتر زي ما قلنا بالنسبه للاكونت ريسيفبلز، او مثلا ممكن نبعتها مثلا للسبلايرز مثلا نتاكد من داتا معينه او انفورميشن معينه او ما الى ذلك. الانسبكشن، الانسبكشن هنا معناها ان انا برضو دي بتبقى مرتبطه اكتر كمان بالفيزيكال اكزامينشن، لان انا ممكن اعمل وانا بعمل فيزيكال اكزامينشن وبعمل ويت وبعمل بعمل مثلا ميجر او بعمل كاونت او الكلام من ده كله ممكن يكون معاها ايه انسبكشن. الانسبكشن دي انا بعاين وبشوف وبقدر احدد إيه مثلا في حاجه مثلا مثلا ديكريز او حاجه. الاناليتيكال بروسيجرز، الاناليتيكال بروسيجرز از فيري امبورتانت فور دي اوديت بروسيجرز. الاناليتيكال بروسيجرز ساتش از الكومباريزون، الكومباريزون تعتبر اللي هي الموست كومن بروسيجرز ذات يوز تو ايه تو كومبير ال تو مثلا ايه تو كومبير البلاند مثلا بيرفورمانس ذيس كارنت يير ويز البريفيوس بيرفورمانس ايه اوف البريفيوس يير. ممكن كمان الكومباريزون دي تكون بين البلاند بسم الله الرحمن الرحيم انا اسف لا نقول تاني الكومباريزون ممكن تكون بين الاكشوال بيرفورمانس للكرنت يير مع الاكشوال بيرفورمانس في البريفيوس يير، وممكن تكون بين البلاند بيرفورمانس لذيس يير اند الكرنت بيرفورمانس اللي هي الاكشوال بيرفورمانس. يعني بقارن الاثنين البلاند مع الاكشوال واشوف اللي هي الايه الريشيو بتاعه الايه التحقق شكلها ايه. وممكن يكون في كمان كومباريزون بين الاكشوال بيرفورمانس اوف مثلا اي كومباني ويز ايه مثلا بي كومباني ان ذا سيم سيكتور. يبقى دي كلها بنقول عليها انا بعمل هنا كومباريزون، وكمان ممكن استغل الكومباريزون دي ان انا احدد الايه ترند معينه، اشوف الترند دي شكلها ايه، هل في مثلا انكريزنج للريشيو مثلا او للبرسنتج، هل في مثلا ديكريزنج، بشوف اقدر ان انا اقدر يبقى في عندي هنا فوركاستنج للايه للمستقبل. يعني الانكويريز اوف ذا كلاينت، انكويريز اوف ذا كلاينت دي برده مهمه جدا، ان هنا بحاول ان انا بعمل ريكويست للكلاينت، ممكن تكون عن طريق كوتشينير او ممكن تكون عن طريق الانترفيو او اي حاجه، بحيث ان انا ممكن اقدر اعمل اكيميليشن للايه او كوميونيكيت لكل الفيوز بتاعت الافراد يعني، واقدر اعرف مثلا لو كان في مثلا ويكنس مثلا بوينت او لو كان في مثلا سترينث بوينت عنده وما الى ذلك. ايضا عندي الريكالكوليشن، الريكالكوليشن ده من ضمن الايفيدنس اللي عندي، لما بيكون حاجه معمول لها كالكوليشن معينه انا ممكن قوي ان انا عشان تو يعني ابقى تراست من ناحيتها، فانا ممكن اعمل ريكالكوليشن تاني واقدر احدد اشوف نفس الليزرت هيطلع شكله ايه، ودي على طول بتديني ده يعتبر ايفيدنس. ري بيرفورمانس نفس الكلام زي ري كالكوليشن، ان انا ممكن اعمل ريفيت تاني للايه للبيرفورمانس وابتدي اشوف نفسي هل هي الريزلتس اللي طلعت نفس الريزلتس نفسها ولا لا وكده. طبعا الاوبزرفيشن دي مهمه جدا، الاوبزرفيشن دي لان انا بشوف بنفسي دي بتبقى في ولا وانا بدرس مثلا حاله معينه
مثلا كيس ستادي معين، فانا ممكن بعمل اوبزرفيشن وبقدر اشوف الايه، بقدر اعمل اسجل كل الكومنتس وكل الاوبزرفيشنز اللي عندي. فدي تعتبر من ضمن الحاجات، وبرده دي ممكن تبقى مرتبطه مع الفيزيكال اكزامينيشن ومع الانسبكشن. دول كلهم اللي هم تايبس اوف اوديت ايفيدنس اللي احنا بنستخدمهم. ولازم يكون انا بالنسبه للسلكشن اوف التايب اوف اوديت ايفيدنس تكون ريليفنت للسيتويشن نفسه او للاتيتيود نفسه، ولازم تكون سفيشنت. يعني لو لانها لو هي انسفيشنت ذا اوديتور كانت جيف هيز اوبينيون اباوت فاينانشال ستيتمنت. طيب زي ما عرضنا هنا الحاجه هي مشروحه هنا برضو زي ما انا قلت كده. الفيزيكال اكزامينيشن از كاونت اوف تنجبل اسيتس اسفه اكزيستنس ايه اوبجكتيف، ده يعتبر ايه ده، يعني ده بيحدد الوجود، يعني الهدف منه ايه الوجود، بيثبت الوجود. الكونفيرميشن ديسكرايبس ريسيت اوف دايركت يوريتين ريسبونس فروم ايه ثيرد بارت، اللي هم ثيرد بارت زي الكاستمرز مثلا، فيريفاينج ذا اكيورسي اوف ايه انفورميشن. نفس الكلام انا ببعتها للثيرد بارت، ممكن الثيرد بارت دول يكون مثلا كلاينتس بالنسبه للبنك، ممكن تكون سبلايرز اللي هم الناس اللي هم ستيك هولدرز. الانسبكشن از اوديتورز اكزامينيشن اوف ذا دوكيومنتس اند ريكوردز، يعني بيشوف بنفسه، بيعين، بيشوف مثلا ممكن يحدد مثلا الترانزاكشنز دي سبورتد باي دوكيومنتس اور نو، لان ممكن يطلع مثلا في ترانزاكشن سبورت ويز دوكيومنتس اند في انذر ترانزاكشنز ايه نوت سبورت ايه ويز دوكيومنتس. الاناليتيكال بروسيجر زي ما قلنا اللي هي الكومباريزون، وممكن انا اقدر احدد الاناليسيز، اقدر من الاناليسيز واقدر احدد الترندز نفسها اللي هي بتبقى عندي اند الايه الميجرمنت. نيجي للانكوايرز اوف ذا كلاينت برضو زي ما انا قلت دلوقتي، اللي هي اوبتيننج ايه ريتن اور اورال انفورميشن from the client. يعني هنا انا باخد هنا كاني باخد يا اما ممكن اخد oral evidence او written evidence from the client in response or to a questions from the auditor. يعني انا ممكن الاوديتور هنا يبقى فيه requests معينه او فيه questions معينه، بياخد الانسر بتاعتها من الكلاينت، يا اما تكون oral يا اما تكون written. الريكالكوليشن برضو بنعمل ري تشيكنج بالنسبه للكلاينت كالكوليشنز. ري بيرفورمانس تعتبر دي تيست من الاوديتور اوف ذا كلاينت ايه اكاونتنج بروسيجرز اند كنترول. الاوبزرفيشن زي ما قلنا لوكينج ات ا بروسيجر بينج بيرفورمد باي ذا اوديتور. هنا عندي اخر تيبل انا موضحه فيه الحقيقه الابروبريتنس اوف تايب ايه تايبس اوف ايفيدنس، لان هنا مهم قوي ان انا اقدر يعني لو انا عملت براكتس مثلا بالنسبه لي للاوديت ايفيدنس هنلاقي ان انا عندي تايبس اوف ايفيدنس، وعايزه احدد الايه الاندبندنس اوف بروفايدر. يعني انا بشوف كل واحد مثلا يا ترى هل هو مثلا الريلابيلتي بتاعته هل هي هاي ولا لو ولا ايه بالظبط. فلو اخذنا مثلا الفيزيكال اكزامينيشن ده كنوع، الفيزيكال اكزامينيشن هنا بالنسبه للاوديتور، الاوديتور طبعا بيعتمد عليه درجه الريلابيلتي بتاعته بتبقى شكلها ايه، تبقى هاي طبعا لانه شايف كل حاجه بتبقى تنجبل قدامه. الكونفيرميشن هاي لانها جايه من الثيرد بارت. الانسبكشن دي بتبقى ممكن تكون دي برايس مثلا بالنسبه لحسب السيتويشن نفسه او حسب الحاجه نفسها، بتبقى مختلفه ما نقدرش نحدد ان هي هاي او لو او ما الى ذلك. الاناليتيكال بروسيجرز ممكن تبقى هاي وممكن تبقى لو، يعني انا لما بحدد بشوف مثلا بعمل الكومباريزون بعمل الاناليسيز ممكن تطلع هاي ممكن تطلع لو، وده ممكن الاثنين اللي بيقوموا بيها الاثنين برضو الاوديتورز يعملها وبرضو الكلاينت ممكن ايضا ايه يعملها وهكذا. ايضا لو انا جيت شفت بقيه التايبس اوف ايفيدنس اللي عندي هلاقي في الانكوايرز اوف ذا كلاينت، برضو الانكوايرز اوف ذا كلاينت دي بتبقى عن طريق الكلاينت نفسه. في هنا بقى عايزه اقول حاجه، كل ما هو ايفيدنس بيستخدم عن طريق الاوديتور بيبقى هاي. يعني اي ايفيدنس بيبقى اي ايفيدنس accumulated by the auditor high. زي مين؟ ايه اللي بيتعمل by the auditor؟ ال physical examination. طيب ايه كمان؟ ال confirmation وال inspection دي ممكن تكون ممكن يكون ال auditor وممكن يكون ال client نفسه هو اللي بيشوفها. فهنا دي بنقول عليها فرايس ليه؟ على اساس ان هي ما هياش يعني فوكس على ال auditor himself.
يبقى هنا بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن والكونفيرميشن يعتبروا هاي، لان هم دي نقدر نقول عليها انها ايه يعني بيتم عن طريق الاوديتور نفسه او بتستخدم عن طريق الاوديتور ايه نفسه. طيب الانكويريز اوف ذا كلاينت، الانكويريز اوف ذا كلاينت دي بتكون عن طريق ايه؟ بسال الكلاينت، فلما اسال الكلاينت دي طبعا هيقولوا اللي هم عايزينه. يبقى في الحاله دي بنقول عليها الاندبندنس اوف بروفايدر، درجه الاستقلاليه بتاعته او درجه ان انا اثق فيه التراست بتاعته هتبقى له. اي حاجه باخدها من الكلاينت او بتيجي اي سيرتيفيكت او اي اوبينيون او اي حاجه من الكلاينت طبعا بتبقى له. لكن اي حاجه اي كويستشنز الاجابه بتاعتها عن طريق الاوديتور نفسه بتبقى هاي. هنا برضو الريكالكوليشن دي هاي، لان مين اللي بيعملها؟ الاوديتور. البرفورم الري بيرفورمانس بتبقى هاي لان اللي بيعملها الاوديتور. الاوبزرفيشن بتبقى هاي لان برضو اللي بيعملها الاوديتور. يبقى نلاحظ ان الاكزامينيشن الفيزيكال اكزامينيشن والكونفيرميشن والريكالكوليشن والري بيرفورمانس والاوبزرفيشن دول بيبقوا هاي اكتر، لان هم الاوديتور هم اللي هو اللي بيقوم ايه بيها. ايضا الاناليتيكال بروسيجرز بتبقى عن طريق الاوديتور بتبقى هاي. في حاجات بتبقى عن طريق الكلاينت مثلا ان هو يقدر يشوفها بنفسه علشان يقدر يحدد يا ترى هو السنه دي في مثلا البروفيت يعني الريشيو بتاعته اكتر ولا لا، هل مثلا اكسبنسز اكتر او اقل، يقدر يحدد مثلا اليونتس نفسها اللي هي منتج البرودكتيف يونت يا ترى قد ايه اكتر من السنه اللي فاتت ولا ايه بالظبط. لكن any evidence مثلا conducted by او استخدم عن طريق الكلاينت بتبقى low. زي هنا الانكويريز اوف ذا كلاينت، الانكويريز اوف ذا كلاينت يعتبر ده اقل حاجه في بالنسبه للاندبندنس اوف بروفايدر. يبقى الاندبندنس اوف بروفايدر دي مهمه جدا، لان ليس العبره ان انا اعمل accumulation للايفيدنس وزاويه ان انا بحدد هل هو اولا لازم يبقى relevant، لازم يبقى sufficient، لازم ايضا تكون درجه الاندبندنس بتاعته بتكون هاي عن طريق الاوديتور عشان اثق فيها.